سائل: هل يجوز تكفير من استغاث بغير الله وذبح لغير الله بعينه، مثل أن تقول فلان مشرك؟ جزاكم الله خيرا. من استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله هذا شرك، استغاث بغير الله. الله تعالى الاستغاثة هي دعاء مكروه، دعاء مكروه، والدعاء دعاء عام، والاستغاثة تكون من مكروه. والله تعالى قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو نبئوك مثل خبير. فمن دعا غير الله فهو مشرك من نص القرآن. وكذلك أيضا الذبح لغير الله هذا شرك. يقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي يعني ونبعي ونمحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. من ذبح لغير الله فقد أشرك. لكن الشخص المعين لا يحكم عليه بالكفر، يقال هذا الفعل كفر وشرك. فالاستغاثة بغير الله شرك والذبح لغير الله شرك. أما الشخص الذي ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله هذا في تفصيل، إن كان عالما بلغته الدعوة وعلم أن الحكم الشرعي فهذا يحكم بكفره، وإن كان لم يعلم فإنه يعلم ويبين له، فإذا صار بعد ذلك حكم بشركه بكفره. لكن قبل ذلك لا يحكم بشركه، ما يدرى حاله، قد يكون جاهل، قد يكون له شبهة، فلا بد أن تكشف شبهته ويبين له الحق. فإذا بين الحق وأصر حكم بشركه بعد ذلك. لكن الفعل شرك، استغاث بغير الله شرك وذبح بغير شيء. أما الشخص هذا في تفصيل، إن كان يعلم الحكم ولغى الحكم فهو الشرك، وإن كان لم يلغه الحكم وعنده شبهة أو جاهل فلا بد أن يبين له ويوضح له الأمر وتكشف الشبهة. فإذا بين له وكشف الشبهة وأصر بعد ذلك حكم بشركه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول سائل: هل يجوز أن نجزم على من عرف بالشرك بأنه مخلد في النار إذا مات على الشرك؟ هذا مثل الجواب السابق، إذا قامت عليه الحجة وأصر وليس له شبهة حكم بكفره وحكم عليه بالنار، النار مثل الكافرين. إذا قامت عليه الحجة وليس له شبهة وأصر على شركه وكفره يحكم بشركه وتخليده بالنار. أما قبل ذلك فلا، قد يكون جاهل، قد يكون له شبهة، فلا يحكم بالشرك بكفره ولا يحكم بتخليده في النار إلا بعد إقامة الحجة عليه. نعم. جزاكم الله خيراً.